وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من المغرب يسأل يقول: استيقظت وأنا جنب وأردت أن أغتسل، فخفت أن يخرج الوقت، فتوضأت وصليت الصبح ثم اغتسلت بعد ذلك، فما حكم الصلاة؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، القاعدة تقول أنه لا تصح الصلاة بغير الطهور أو بغير الطهور، والقاعدة تقول أيها الكرام الفضلاء أن النص محكم عند نزول المسألة، أن النص محكم عند نزول المسألة، والقاعدة تقول إنه لا يعدل إلى الفرع في وجود الأصل، والقاعدة تقول أن إدراك الوقت لمن نام عن الصلاة معذورا غير قاصد هو وقت استيقاظه. وعملا بذلك نقول إن هذا الفعل لا يصح، أعني أن تتوضأ وأنت جنب ثم تصلي خشية خروج الوقت، فهذا الفعل لا يجوز، والصلاة باطلة إجماعا، والصلاة باطلة إجماعا، عليك أن تغتسل ثم تصلي ولو خرج الوقت. نسوق في ذلك الأدلة في قاعدة لا صلاة بغير الطهور. قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فبالنسبة للحديث الأول إذا أحدث يعني الحدث الأصغر، وبالنسبة للحديث الثاني فهو معناه الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهنا لما كان قد استيقظ وهو محدث حدثا أكبر فعليه أن يغتسل، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا، فالطهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال ولو خرج الوقت. وهذا اختيار جمهور العلماء، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، واختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه المسألة من حديث أبي قتادة الذي رواه أهل السنن جميعا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصح العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعليه كانت القاعدة أن وقت الاستيقاظ هو وقتك وإن خرج الوقت. الحاصل إذن هنا أنك تغتسل وتصلي وإن خرج الوقت، ولا حرج عليك ولا تثريب لأنك معذور. والقاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، والقاعدة تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، والقاعدة تقول: إذا استفرغ الإنسان وسعه في الأمر فلا تثريب عليه. وبما أنك معذور فإن الشريعة ترفع عنك الحرج. القاعدة تقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من سعة الشريعة ومن حسنها، وكل شريعة الإسلام حسنة وفيها السعة. تتمة للفائدة، حتى نوضح هذه المسألة، أن الإنسان له أن يتيمم إن استيقظ جنبا، وليس أن يتوضأ، ولكن ذلك في حالات إذا كان مريضا والاغتسال يهلكه، وإذا خشي الهلكة، أو إذا كان الجو باردا وليس عنده ما يدفئ الماء، وإذا اغتسل في هذا الجو البارد فإنه يهلك. في الحالة هذه يتيمم ويصلي، وليس له أن يتوضأ،
ما في أبدا شيء اسمه أنك أنت إذا أصبحت جنبا تتوضأ وتصلي، ما في هذا، لك أن تتيمم، وهذا في حالات التي ذكرناها، وهذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليل ذلك قصة عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل لما أصبح جنبا لصلاة الفجر فتيمم وصلى بهم وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألوه في ذلك، فاستدعى عمرا وقال: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيت الهلكة يا رسول الله، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة تقول أن السكوت إقرار، السكوت إقرار، فدل ذلك على أن الإنسان له أن يتيمم إذا استيقظ جنبا لعذر، وليس له أن يتوضأ أبدا، ما ورد في ذلك، بل كما قلنا إجماع أهل العلم أن من استيقظ جنبا فتوضأ فصلى فصلاته باطلة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، على الله على ذكره، وصلى الله عليه وسلم على وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبي وأخي وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي وارزقني برها، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، وفقنا كل خير، وعنا على كل بر، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرتي يوم الخميس، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام لثلاث خلون من ذي القعدة أو ذي القعدة، كلاهما لغتان بالفتح والكسر الحرام، لعام 41 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.